وهذا سائل يقول: إذا كان طالب العلم في بلد إسلامي فيه شرك، لكن إذا دعا إلى التوحيد يجد مشاكل مع أهل البلد لأنهم لا يحبون التوحيد ويحبون أن يدعوهم إلى الصلاة، فهل يبدأ لهم بالصلاة ثم بعد أن يؤلف قلوبهم يدعوهم إلى التوحيد؟ الصلاة ما تصح مع وجود الشرك، كيف يدعو إلى شيء لا يصح؟ الصلاة ما تصح مع وجود الشرك، فيبدأ بالنهي عن الشرك ويصبر على ما يصيبه لأنه في سبيل الله، لكن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أما أنه يبدأ بالصلاة ويترك الشرك، لا، هذا خلاف دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء بدأوا بالنهي عن الشرك قبل أن يأمروا بالصلاة وغيرها من العبادات، لكن يستعمل الطرق الشرعية للدعوة، ما يستعمل العنف والقسوة والتنفير، وإنما يستعمل ما أمر الله به: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو سبيل الدعوة. نعم.